في المروحيات تنفذ القوات الأمنية مهمتها هذه المرة لمطاردة مثيري النزاعات العشائرية في مناطق شمال مركز البصرة. بعد ليلة ساخنة عاشها البصريون مع ختام هدنة كان أمدها شهر محرم الحرام وجزء من صفر، حيث استيقظت المدينة على تحرك القوات الأمنية لاعتقال منفذي الدقات العشائرية التي تقول أن أسبابها في كثير من الأحيان خلافات مالية. الجميع يعلم أن محافظة البصرة هي مجتمع ونسيج عشائري قبلي، لكن أنتم تعلمون في الفترة الأخيرة أوشكت أن تتلاشى الدقات العشائرية في المحافظة. البصرة تشهد استقرار أمني كبير، إذا تريد تقيس كنسب فإن الدقات العشائرية صارت 2% أو 3% في الشهر، يعني ومسيطر عليها، وأحد أسبابها هو الموضوع الذي ذكرته هو الربا والفائز. شيوخ العشائر من جانبهم أشاروا إلى تحسن ملحوظ في واقع مركز المدينة الأمني، إلا أنهم أكدوا استمرار جرائم الدقات العشائرية نتيجة وجود بعض مثيري النزاعات في مناطق شمال البصرة، فيما عزوا الأمر إلى وجود بعض مدعي المشيخة من الذين يدعمون الخارجين عن القانون. أكو شيوخ، مو شيوخ يا أخي، مو شيوخ يدعون المشيخة، يجي يزلمته قال روح ارميهم، هذا مو شيخ، هذا خارج عن القانون، يجب أن يعاقب. الشيخ اللي يحل الأمور بالطرق السلمية والعقلية ويميل إلى الشرع والقانون. مراقبون من جانبهم أكدوا تأشير انخفاض في نسبة النزاعات العشائرية بالمحافظة بسبب تجديد العقوبات بحق مثيري النزاعات. انخفاض طبعا ملحوظ بمستوى النزاعات والصراعات العشائرية خصوصا المناطق الساخنة شمال محافظة البصرة على سبيل المثال، وهذا ربما يكون بسبب التشريعات القانونية التي استطاعت أن يعني تجرم من يستخدم طريقة الدقة العشائرية، وأيضا لقوامة باعتبارها تهديد. ولا أنسى يعني هنالك الروتين الذي يدخل يعني المتهم أو المسؤول عن هذا العمل الإجرامي إلى داخل القنوات الأمنية، هنالك روتين وهنالك إرهاق وتعب وإنفاق. ويؤكد البصريون ضرورة مواصلة الحملات الأمنية بكل قوة لإخماد النزاعات العشائرية. خالد السلامة، لقناة الفلوجة، البصرة.